المسجد، أدب التعامل مع المسجد. أما المسألة الأولى عمارة المسجد ففيها هذا الفضل، أولا أنها لا تصدر إلا عن أهل الإيمان ولا تصح من غير أهل الإيمان، ومعنى لا تصح أي لا ينال ثوابها غير مؤمن. والمسألة الثانية مفهوم العمارة، ما المقصود بقوله إنما يعمر مساجد الله؟ المقصود العمارة الظاهرة، والمقصود أيضا العمارة الباطنة. أما العمارة الظاهرة فتشييد مبنى المسجد، بناء المسجد، وأما المعنى الباطن لعمارة المسجد فهو العمارة المعنوية بإقامة الصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن ونشر العلم والحث على فعل الخير. أما عمارة المسجد بمعنى بناء المسجد البناء الحسي فقد ورد فيه هذا الحديث: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له قصرا، وفي رواية بيتا في الجنة. وأصل الحديث صحيح. مفحص القطاة، القطاة هي نوع من الطيور تقترب من الحمامة تكبر عنها قليلا، ومفحصها أي مكان تعشيشها، والقطاة لا تبني عشا كبقية الطيور من القش، وإنما تؤسس لعشها في الرمل، فهي تفحص الرمل لتبرك عليه، فلهذا سمي مفحص القطاة. ومعلوم أن مفحص القطاة صغير الحجم، فكيف يمكن أن يكون المسجد بهذا القدر؟ قالوا هذا كناية عن صغر الحجم، أي من سعى إلى بناء مسجد لله سبحانه وتعالى ولو كان صغيرا بسبب صغر إمكانياته. مهما كان البناء صغيرا ما دام الذي يبني صادقا مستنفذا ما يستطيع مخلصا لله سبحانه وتعالى في إرادة هذه العمارة، لا رياء ولا سمعة ولا مباهاة. واختلف العلماء هل يحصل هذا الأجر لجماعة اشتركوا في بناء المسجد؟ فذهب جماعة من العلماء إلى القول نعم، إذا اشترك مجموعة لا يستطيع الواحد منهم أن يعمر مسجدا، فضم بعضهم مال بعض إلى الآخر وبنوا به مسجدا له، لكل منهم أجر هذا البناء. ومن هنا جاء المشروع الموجود هنا في الإمارات، سأل الله أن يبارك في إخوتنا في الشؤون الإسلامية، رفعوا شعار مفحص قطاع، وحددوا مفحص القطاع بالمقدار الهندسي وكم تكلف، فجعلوها أسهما للذي كان يود أن يلقى الله عز وجل وقد بنى مسجدا ولم تمكنه ظروفه المالية، ساهم مع من يساهم بما تستطيع تنال ثواب بناء المسجد. هذا فيما يتعلق بالبناء. قال في المقابل: بنى الله له بيتا، وفي رواية قصرا في الجنة، في رواية بنى الله له مثله في الجنة، أي أن الذي يبني المسجد لله سبحانه وتعالى مخلصا فإن له ثوابا عند الله بأن يبني له بيتا في الجنة، وبيت الجنة لا يشبه ببيوت الأرض. قيل أن في هذا مقابلة جميلة، نحن نقول عن المسجد أنه بيت من؟ بيت الله. وهل يحل الله عز وجل في مكان حاشاه لا يحويه المكان ولا الزمان؟ قال نعم، سمي بيت الله لأنه يبنى لعبادة الله، حبست هذه القطعة من الأرض لتكون لعبادة الله فسميت بيت الله. فمهما كانت صغيرة في الحجم أو بسيطة في الهيئة والصورة فعظمتها لا تقاس بهيئتها. في المقابل أن الله يبني لمن يبني المسجد مخلصا لله، يبني له في الجنة بيتا، سمي مجازا بيتا لتتصور الناس أنه محل للسكن، لكن هل تكون بيوت الجنة كبيوت الأرض كبيوت الدنيا؟ لا مجال للقياس، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بقي أمر فيما يتعلق بالبناء الحسي، وهو أن حصول الثواب من بناء المسجد يرتبط بعدة أمور. أولها تصحيح النية بأن يبني المؤمن المسجد لله، لا للمباهاة ولا للجاه ولا للمتاجرة ولا لطلب الأمور الدنيوية. فمن بنى المسجد لله نال هذا الأجر، ومن بناه لقصد آخر فليطلب ثوابه ممن قصد منهم هذا القصد الآخر. لماذا نقول هذا الأمر؟ لنصحح نياتنا نحن، انتبهوا.
انتبهوا إلى الكلام الذي سيأتي. لماذا نقول هذا الأمر؟ لنصحح نحن نياتنا إذا أقدمنا على مثل هذا الفعل، لكن لا يتأتى أن يحمل هذا الكلام للحكم على الآخرين. البعض يستمع هذا الكلام إن شاء الله يسمعون، هذا فلان بنى مسجد لأجل يباهي، وذاك فلان بنى مسجد لأجل يتظاهر، وفلان بنى مسجد لي وقال مسجده أكبر من المسجد الثاني وكلف كذا. انتبه انتبه انتبه، أنت لم تخلق حكما على عباد الله، النيات شأنها موكل إلى الله، والتألي على الله بالحكم على نوايا الخلق منازعة للرب سبحانه وتعالى، منازعة لله في خصوصيات الرب. الحكم على نيات الناس ومقاصدهم شأن رباني، لا تنازع الرب فيما هو له، هذا فيه معاداة للحق جل وعلا. فلا يجوز لإنسان أن يقول فلان فعل كذا لأنه يريد كذا، هذا له مقاصد أخرى، هذا نيته غير صالحة. هل أشققت عن صدره؟ كان أشياخنا رحمهم الله يقولون لنا: السعيد من يسمع ضوابط الإخلاص لينزلها على نفسه ليحاج بها نفسه ليحتج على نفسه، والشقي من يسمع كلام القوم ليحتج به على الآخرين. ما المقصود من أن تسمع كلمة اعمل العمل الفلاني مخلصا لله؟ ما الثمرة من سماع هذا؟ أن تطلب أنت التحقق بالإخلاص. لكن إن تحولت من أخذ موعظة الإخلاص أو العمل الصالح أو معرفة عيوب النفس أو تدقيق المعاملة القلبية مع الله لتجعلها ميزانا تحكم به على الآخرين، هنا هذا شقاء والعياذ بالله. إذن ليس من شأننا أن نحكم على نيات الناس. إذا رأينا إنسانا عمل شيئا من أعمال الخير وظهرت أظهرها للناس نحسن الظن، نقول هذا يدخل في باب إبداء الصدقات، إن تبدوا الصدقات الله عز وجل أذن بذلك. طيب وأنا أذهب لأظاهر، يقول لا، إذا جيت في حق نفسي أقول يا نفس السوء لا أأمن أن تختل نيتك إن تظاهرت، أحرص على أن تكون أعمالي سرية خوفا من أن يداخل قلبي شوب الرياء. طيب والآخرين الذين أظهروا ما عندهم، نحسن الظن أنهم أظهروه طلبا لرضوان الله. إذن مسألة النية ومعالجتها، المقصود من الحديث عنها الاحتجاج لله على أنفسنا وليس الاحتجاج لأنفسنا على الخلق، ونأخذ أفعال الناس على حسن الظن فيما يتعلق بنياتهم ولا نتناقش فيها، إنما يكون النقاش على الأفعال على التصرفات. نعم هذا التصرف خاطئ، هذا الفهم خاطئ، هذه الفكرة غير صائبة، هذا محل نقاش يمكن أن يتناقش فيه الناس، لكن لا، هذا نيته كذا. ومن أطلعك على نيته؟ قال لا لأنه فعل كذا وكذا، قل هذا الفعل خطأ، لكن تحكم على النية هذا ليس لأحد من الخلق. هذه واحدة، أولا أن يكون القصد من بناء المسجد طلب رضوان الله عز وجل، لا الرياء ولا السمعة ولا المباهة. الأمر الثاني أن يكون بناء المسجد من مال حلال، يبتعد صاحبه عن الشبهات قدر المستطاع ويمتنع عن المحرمات. ما يأتي يبني المسجد بمال من الربا أو من الغش أو من السرقة أو من الرشوة، يقول لك لا هذا يطهر مالي. من قال لك أنه يطهر مالك؟ تطهير المال الحرام بأن يرد إلى أهله، تطهير المال الحرام بأن يصوب حال الأخذ له، وليس أن البعض يسرق الملايين ثم يبني مسجد أو مسجدين أو يحفر بئرا أو يبني مدرسة يقول خلاص نظفت مالي. هذا الغسيل الأموال بين أهل الدنيا، لا يوجد عند الله غسيل أموال بهذه الطريقة. احرص على أن يكون مصدر المال مصدرا صحيحا، حتى يكون بذلك إياه لله عز وجل بذلا صحيحا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. المسألة الثانية أن يحرص الإنسان على أن يبني هذا المسجد من مال حلال. أنت إذا جاءك ضيف تحبه، ألست تقدم له أطيب ما عندك ما دمت تحبه؟ بلى. فإذا كنت تعامل الحق سبحانه وتعالى فكيف تقدم له أخبث ما عندك؟ يحرص الإنسان على أن يكون من أطايب المال من الحلال. الأمر الثالث إذا أراد أن يرتقي، أن يؤثر الله على نفسه. كيف يؤثر الله على نفسه؟ عندي قطعتان من الأرض، عند فلان قطعتان من الأرض، قطعة
أقرب إلى الطريق العام. إن حبسها مسجدا سيستفيد منها عدد أكبر من الناس وينتفعون بها يصلون، وقطعة أخرى في مكان نائي لا تحمل نفس القيمة المالية للقطعة الأولى، والناس الذين حواليها ليسوا بالكثرة الذين سينتفعون. أي القطعتين تجعلهما لله؟ يأتي يقول الحين المكان هذا الشارع العام المتر فيه بكذا، إن أنا بنيت فيه عمارة أو أنشأت فيه محلات تجارية سيأتي لي بأموال أكثر، لا تخليها هذه للتجارة ولو كمفحص قطاع. أكيد هذه القطعة الأرض التي في الداخل أكبر من مفحص القطاع، بارك الله فيك. لكن إن أردت أن ترتقي فينبغي أن تؤثر الله على نفسك. ما المقصود بإيثار الله على نفسنا؟ هنا النظر إلى الأنفع، ليس المقصود الأرض الأغلى، انتبهوا، المقصود هنا الأرض ماذا؟ الأنفع التي يقام بها مقصد المسجد أكثر. طيب قال أنا عندي أرضين أريدها لله، ما عندي مشكلة، واحدة على الطريق العام واحدة قليل داخل وهناك مصلون كثر، ففكرت أن أجعل الأرض التي على الطريق العام وقفا وحبسه على المسجد، بارك الله فيك. الشأن هو الحال الذي ينظر الله عز وجل فيه إلى قلبك فيجدك عليه، هو أعلم من الخلق بما مقصودك، هل كان مقصودك هذا أم لا. إذن لا ينبغي بناء المسجد من الحرام، بل ينبغي أن يكون من الحلال. الثاني أن يكون مخلصا لله عز وجل، لا رياء ولا سمعة. الثالثة ليست شرطا لكنها أرقى، في أن يؤثر الله على نفسه بما هو الأفضل، بما هو الأرقى، بما هو الأعظم، بما هو الأجل. من مظاهر الإخلاص أن لا يبالي الإنسان أنسب إليه عمل الخير أم نسب إلى غيره، هذه علامة من علامات الإخلاص يا أخواني. فعلت شيء من أعمال المعروف فظنها الناس لغيرك، فلان عمل فلان عمل، من فلان هذا؟ غيرك، وأنت الذي عملت وتسمع وترى، كيف يكون حالك؟ يقول احنا يا أخي بشر أكيد سأتضايق. جميل، أنت بشر ستتضايق، لكن ما تعاملك مع هذا التضايق؟ التضايق هذا بحكم البشرية لا إشكال، مغلوب الإنسان عليه في غالب الأحيان، قلائل الذين يفلتون منه، لكن كيف تتعامل مع خاطر الضيق؟ هل تتفاعل معه وتستجيب له وتبدأ العمل بعد ذلك؟ أقررت نفسك على هذا الخاطر ثم سعيت إلى الاستجابة له؟ هنا الإشكال، هنا يأتي الخلل في الإخلاص. من أين يبدأ الخلل في الإخلاص؟ من أن تذهب وتقول للناس هذا غير صحيح أنا الذي عملت؟ لا، ليست هذه البداية، هذه ثمرة. البداية تأتي من ماذا؟ من إقرارك نفسك على هذا الأمر. نفسك غضبت أن الناس أشعروا إلى غيرك في فعل الخير الذي فعلته، فكان الذي ينبغي عليك أن تقول يا نفس السوء اتقي الله، إن كنت عملته لله فلماذا تغضبين؟ الله عز وجل يعلم. هذه البداية. لكن إذا أهملت نفسك قلت أي والله صحيح وهذا غلطان، ثم سعيت إلى إظهار أنك الذي فعلت، في لحظة من اللحظات تأتي يقظة في داخلك، يأتي خاطر رباني يقول لك ما كان ينبغي أن تفعل ذلك، فتأتي النفس الأمارة بالسوء تقول لا أنا ما عملت هذا حتى يعلم الناس، أنا عملت هذا فقط لإحقاق الحق، حتى أظهر الحقيقة، حتى لا يغتر الناس ولا يغشون بفلان. تعال تعال تعال، هذه مغالطة ثانية. إن صحت نيتك فيما بينك وبين الله أنك أردت الحق، فابتغي تهذيب نفسك وترقيتها، هذا أولى من أن تشتغل بأن تقول فلان أخطأ أو فلان أصاب في هذا الباب. كان أحدهم، هذه قصة كثير من نرددها في هذا الباب، يعني أوكل إلى رجل من المعتنين بالإشراف على عمل العمارة في قرية من القرى هو لا يسكنها وهو تاجر، قال للتاجر الآخر الذي في تلك القرية سأحول لك مبلغ، أريدك أن تبني لي مسجدا هناك، أريد أن أعمر مسجدا لله. فاستجاب التاجر الذي في القرية الأخرى وقام بشركته على المقاولة وبدأ يعمر المسجد، صار الناس يرونه يتردد على العمال ويشرف عليهم، فشاع في القرية أن هذا هو الذي يبني المسجد، الوكيل الذي وكله صاحب المال، صار يقولون فلان ما شاء الله يبني مسجد فلاني، وانتشر الخبر بين الناس. بعض أعيان القرية يعلمون أن الذي أرسل المال شخص آخر، فذهبوا إلى هذا الشخص وقالوا هذا يعني تحريف للحقائق، الناس صاروا ينسبون المسجد إلى فلان الوكيل الذي وكلته لبناء المسجد، نحن في يوم الافتتاح سيجتمع الناس وسنقوم نقول لهم الحقيقة أنك أنت الذي بنيت المسجد. قال لهم لا تفعلوا. قالوا لماذا؟
قال لأن الذي بنيت المسجد من أجله يعلم أنني الذي بنيت المسجد. ما بنيت لأجل أهل القرية يقول أني فعلت وأني تركت، أنا بنيته لله سبحانه وتعالى، والله يعلم أنني الذي بنيت المسجد. فهذه مسألة. ثم يذكر هنا في الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث في سنده كلام، من ألف مسجدا، أي صارت بينه وبين المسجد ألفة. الألفة تأتي من أمرين، التردد مع المحبة، أحببت المكان لكن ما ترددت عليه لن تألفه، ترددت عليه لكن قلبك غير متعلق به لن تألفه، وإن ترددت عليه كل يوم لن تألفه. الألفة متصلة باللقاء على وصف المحبة. ولهذا قال من ألف مسجدا ألفه الله، أي قربه الله. ألف الشيء القريب منه المتقرب إليه. فمن ألف مسجدا ألفه الله، أي قربه إليه سبحانه وتعالى. الواحد يستشعره داخل المسجد أني مقبل على الله، داخل إلى حضرة الحق سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. هذه يسميها العلماء تحية المسجد. ما هي تحية المسجد؟ ركعتان يركعهما المؤمن إذا دخل المسجد قبل أن يجلس. أول ما يدخل إلى المسجد يركع الركعتين هذه. قال العلماء أيبدأ من في المسجد بالسلام ثم يركع السنة، أو يركع السنة ثم يبادئهم بالسلام؟ من العلماء من قال يلقي السلام لأنه سيقابلهم، لكن أكثر العلماء قالوا لا، يدخل يصلي الركعتين أولا، فإذا انتهى من الصلاة يسلم على الناس، لأنه في هذه الحالة هو مقبل على الله، فليخاطب ربه أولا، يحيي بيت ربه أولا. الذين قالوا يلقي السلام على الناس أخذوها من القاعدة الفقهية أن حقوق الناس مقدمة على حقوق الله، والذين أخذوا أن سنة المسجد مقدمة على السلام قالوا إنما جاءت هذه القاعدة في الحقوق المالية، المال المتعلق، أما غير المالية فلا، هنا حق الله مقدم سبحانه وتعالى. ولك أن تعمل بأحد الأمرين. والذي عهدنا من أشياخنا أنهم يركعون تحية المسجد ثم يلقون السلام، هذه واحدة. ثانية أنه لا تكون هناك تحية للمسجد إذا جلس الإنسان قبل أن يركع، دخل وجلس ثم قال لا أحسن أقوم صلي ركعتين، ما عدت تحية المسجد، أصبحت ماذا؟ نافلة، سنة نافلة، أم إما سنة لأنها قبلية أو بعدية، أو نافلة مطلقة. قال لا، هو لم يقصد لكنه دخل ونسي فجلس. قال الشافعية نعم يقوم ويصلي ركعتين. لماذا؟ قال أنه كان ناسيا، ويلحق به الجاهل. دخل الإنسان إلى المسجد وهو يجهل أنه من السنة أن يصلي ركعتين يحيي بهما المسجد، فلما دخل وجلس قال له أحد الذين بجانبه لماذا لم تصلي تحية المسجد؟ قال ما معنى تحية المسجد؟ قال يسلم المسلم إذا دخل إلى المسجد أن يصلي ركعتين. قال يستحب له أن يقوم فيصلي الركعتين وإن كان قد جلس. فالناسي والجالس وإن جلس له أن يقوم ويصلي ركعتي تحية المسجد. أخذوا ذلك من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب، فدخل رجل فجلس فقال له هل قمت فصليت ركعتين؟ من أثناء الخطبة قال له ذلك، فقام الرجل وصلى الركعتين. وهنا اختلف الفقهاء، إذا دخل المسلم المسجد وقت الخطبة هل يصلي التحية أو يجلس؟ فذهب بعض الفقهاء إلى أنه يصلي التحية واستشهدوا بهذا الحديث، وذهب البعض الآخر إلى أنه يجلس، لأن أحدهم قام، جاء في حديث صحيح آخر دخل إلى الصف الأول وقام يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر قال له اجلس فقد آذيت. هؤلاء العلماء الذين قالوا لا يصلي تحية المسجد يجلس حتى لا يشوش على الناس أخذوا بهذا الحديث، والذين قالوا يصلي تحية المسجد ولو كان الخطيب على المنبر أخذوا بالحديث الأول قم فصلي ركعتين، هلا قمت فصليت ركعتين. الفريق والجمع بين الروايتين كيف يكون؟ بالفهم الذي كان عند العلماء. الذين قالوا يجلس لا يصلي ركعتين فهموا الحديث الأول أن النبي قال له قم فصلي ركعتين في سياقه العام. ما هو سياقه العام؟ أن الرجل كان شديد الحاجة محتاجا، وكان من قبل أخبر النبي بشدة حاجته، في غاية من الفقر، لا يجد الطعام ولا اللباس، فأمره النبي أن يقوم يصلي ركعتين في الوقت الذي كانت فيه الخطبة قبل دخوله عن البر، عن فعل الخير وعن فضل الصدق.
قالوا فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يقيم ذلك الرجل أن ينظر الناس إلى رفاثة هيئته، وقد أخبر حثهم قبل ذلك قبيل ذلك على الصدقة، فيتفطنوا إلى التصدق على الرجل. وأقر الحديث الثاني أنه هو المعتمد في الحكم. رد العلماء الذين أخذوا بالحديث الأول، قالوا لا هذا هو الأصل. طيب والحديث الذي قال له اجلس، قال ردوا إلى السياق العام. ما هو السياق العام؟ أن هذا الرجل جاء متأخرا فأخذ يتخطى الرقاب، يتخطى الصف الذي هكذا يتخطى الناس حتى جاء إلى مقدمة المسجد وقام يصلي. فقال له النبي اجلس فقد آذيت، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاب عليه الأذى. ما هو الأذى؟ أنه تخطى رقاب الناس ليصل إلى المقدمة وزاحم الناس الذين في المقدمة. لا ينبغي للمؤمن أن يتخطى الرقاب ليصل إلى الصفوف الأولى. إذا كنت حريص على فضيلة الصف الأول تعال مبكرا، بكر إلى الصلاة. إلا في حالة واحدة لك أن تتخطى فيها الرقاب. ما هي هذه الحالة؟ أن تكون هناك فجوات، أناس كما في عصرنا اليوم الناس زهدت في الصف الأول فصاروا الناس يتركون الصف الأول. حتى في يوم الجمعة تأتي وأربع خمسة صفوف في المسجد وترى الصف الأول يمكن نصفه وثلاثة أرباع فارغا، هذا التقصير منهم. فإذا تخطيتهم لم تؤذيهم، هم الذين قصروا وضيعوا المكان، أنت ذهبت تسد فرجة وتنال الأجر. لكن حتى في هذه الحالة ترفق، حاول أن تتجنب إيذاء الناس، إن وجدت فرجة يمشي من الفرجة إلى الفرجة إلى أن تصل إلى الصف الأول، أو ترفق بالناس عندما تتخطاهم بعد إذنكم العفو منكم بلطف حتى تصل دون أن تؤذي الناس. طيب هؤلاء أخذوا الحديث، أعادوا الحديث إلى سياقه وأخذوا بالحديث الثاني، وهؤلاء أعادوا الحديث الثاني إلى سياقه وأخذوا بالأول. من الصواب؟ كلاهما الصواب. كيف الصواب لا يتعدد؟ لا، الحق الذي لا يتعدد، أما الصواب يتعدد. الصواب هو الوسيلة للوصول إلى الحق. ولو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد أن يكون هناك مجال للاختلاف في فهم النصوص لجعل النصوص واضحة لا تقبل التأويل. هناك نصوص في الكتاب والسنة قطعية الدلالة لا تقبل معنى أو معنى آخر، فاعلم أنه لا إله إلا الله، خلاص ما هناك معنى آخر له. وهناك نصوص لا، اللغة العربية تجعلها تحمل أكثر من وجه. طيب كان من الممكن أن يكون القرآن كل ما فيه قطعية الدلالة، هو قطعية الثبوت كله، لكن كان من الممكن أن يكون كل ما في القرآن لا يحمل إلا دلالة واحدة في كل حكم. فلماذا جعل الله عز وجل آيات القرآن حمالة أوجه في كثير منها؟ لماذا جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر كلامه حمالة أوجهين؟ طيب كان من الممكن إذا كان هناك ترجيح، لما يقول لك قال الشافعي كذا وقال مالك كذا وقال أبو حنيفة كذا وقال أحمد كذا والراجح كذا، يعني إيش الراجح كذا؟ نسمعها اليوم كثيرا أليس كذلك؟ يقول نعم الشافعي قال كذا وأحمد لكن الراجح كذا. ما معنى الراجح؟ الراجح عند من؟ كلمة الراجح هذه عند من؟ الراجح عندك أنت إن كنت أهلا للترجيح. فلا يتأتى أن يكون الراجح مطلقا، لأنه لو كان الراجح مطلقا لما ساغ الخلاف، لما تأتى أن يختلفوا في أمر الراجح فيه مطلق. ولهذا هذه من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الأكاديميين في الفقه، يقول لك الفقه المقارن جميل، قارن قال فلان وقال فلان وقال فلان، لكن تقول والراجح في هذه المسألة، الراجح في هذه المسألة دليل الشافعية. كيف عرفت أنه الراجح؟ قال أنا اجتهدت وجمعت الأدلة. إذن هو الراجح عندك ليس عند الشافعية وليس عند الحنابلة. الحين الإمام الشافعي تتلمذ على الإمام مالك، والإمام أحمد تتلمذ على الإمام الشافعي، فكل منهم سمع الراجح الذي عند الآخر وخالفه، ومع ذلك خالف. وهو يعلم الإمام الشافعي في مسألة خالف فيها شيخه مالك، هو يعلم أن مالك رأى غيرها، ثم جاء أحمد وخالف الشافعي الذي خالف مالك في المسألة، وهو يعلم أدلة الشافعي. وما إذن لا يمكن لأحد أن يطلق العنان في المسائل الاجتهادية ليقول الراجح فيها كذا، هذا غير صحيح. هذا من الأخطاء المنتشرة اليوم لدى الكثير ممن يتحدثون بالفقه. ممكن أن يكون راجح من وجهة نظره، هذا إذا يرى من نفسه أهلا للترجيح فهو راجح عنده، هو الدليل الأرجح. لا يقول دليل الشافعية أرجح، يقول عندي هو الأرجح. إذن هذا فهمك، لي أن آخذ ترجيحك
ولي أن أخذ ترجيح الإمام مالك أو ترجيح الإمام الشافعي؟ تقول لا، أنا بنيت على الدليل، فأنت تترك ما قاله مالك والشافعي لما قاله رسول الله. هذا غش، هذا دجل. لماذا دجل؟ أنت تتكلم عن فهمك للدليل ليس عن الدليل. الدليل هنا ليس بقطعي الدلالة، الدليل يحتمل الاجتهاد، فأنت هنا لم تقدم كلام الله ورسوله على كلام مالك وأحمد. هذه خديعة، هذا دجل. أنت هنا قدمت فهمك أنت للنص، وغيرك له أن يقدم فهم الإمام مالك للنص. ولهذا الذين يدعون اليوم إلى اللامذهبية هؤلاء يخربون الشريعة، يخربون الفقه. نحن ضد التعصب المذهبي، التعصب للمذهب هذا يورث صراعا، لكن اللامذهبية تورث فوضى. بدل 4 مذاهب تصبح 1,000,000,000 مذهب، المسلمون 1,000,000,000، 600,000,000، خلاص عندي 1,600,000,000 مذهب في الأمة. هذا ضياع، هذه فوضى. إذا نقول ماذا؟ نقول كلا الاجتهادين صحيحون. كيف صحيح؟ لأن النص قابل أصلا للاجتهاد، ما دام النص يقبل الاجتهاد فكلا الاجتهادين صحيح، ما دام الذي اجتهد مؤهل للاجتهاد، إمام مؤهل للاجتهاد، إذا الاجتهادين مقبولين في هذه الحالة. قل طيب الآن عرضت لي هذا وهذا، طب أنا أعمل إيش؟ الحين أنا حضرت عندك الدرس أو استمعت الدرس، إن أخذت بما أخذ به الأئمة الذين قالوا تصلي ركعتين خفيفتين دون أن تطيل بهما وتجلس فهو حسن وهو معتمد الشافعي، وإن ارتأيت أن تأتي بالباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 مرات في سرك عند دخولك إلى المسجد وتجلس وتستمع إلى الخطبة فأنت على خير. لا، ما أعطيتني اختيار. لا، المسألة فيها خياران، لماذا تضيق على نفسك وتقول إلا أحد الخيارين؟ لا، المسألة في الأصل فيها خيارات. طيب نعود إلى موضوع الدرس. في عمارة المسجد تصلي ركعتين تحية المسجد، هذه من عمارة المعنوية للمسجد. طيب يأتي سؤال آخر يقول طيب دخلت إلى المسجد والمؤذن يقيم الصلاة، هل أصلي تحية المسجد؟ لا، تدخل مباشرة وتصلي. طيب دخلت وأنا أعلم أنه الآن سيقيم الصلاة، قف الدقيقة التي تنتظرها وأنت تذكر الله تسبح الباقيات الصالحات وانتظر إلى أن يقيم الصلاة. قال طيب ما كنت أعلم، دخلت وقلت الله أكبر، وأثناء صلاتي تحية المسجد أقيمت الصلاة. من الفقهاء من قال تخرج من التحية مباشرة وتذهب، لأن الفريضة مقدمة على النافلة، فقه الأولويات كما يسمون. ومن الفقهاء من قال لا، خفف صلاة السنة، أي اكتفي بالفاتحة وتسبيحة واحدة بدل عوضا عن الثلاث، عوضا عن تقرأ شيء بعد الفاتحة خفف الصلاة والحق بعد ذلك بالله. ومنهم من قال إن كان التخفيف يجعلك تلحق بالصلاة دون أن تفوتك الركعة الأولى ففعل، أما إذا خشيت أن تفوتك الركعة الأولى فلك أن تخرج إلى صلاة الفريضة. طيب جبت لي 3 اختيارات، نعم لك أن تأخذ بها بأي منها. طيب إذا دخلت إلى المسجد بعد أن صليت العصر قبل المغرب، ذهبت إلى المسجد، عندي ترتيب في المسجد درس، الدرس هذا بعد صلاة العصر بين العصر والمغرب، وأنا ذهبت إلى الدرس لأحضر، فكنت صليت في المسجد الذي بجانب هذا المسجد، أقيمت الصلاة وأنا في الطريق فصليت العصر ثم ذهبت إلى المسجد ودخلت والدرس منعقد، هل أصلي السنة أو لا؟ ما سبب السؤال هنا؟ ها؟ لأنه بين العصر والمغرب لا يوجد صلاة، نهينا عن الصلاة، هل أصلي أم لا؟ ذهب أكثر الفقهاء إلى أنك لا تصلي، الحنفية والمالكية لا، ما تصلي لأن هذا وقت نهي. لكن الشافعية قالوا ماذا؟ قالوا بل تصلي. لماذا تصلي؟ قال لأن الصلاة ينهى عنها إذا كانت هي تنشأ للصلاة أو كان سبب أدائها متأخرا عنها. قالوا الصلاة 3 أنواع، تصلي إنشاء للصلاة، أريد أصلي لله ركعتين نفل، تصلي لسبب متقدم، تصلي لسبب متأخر. ما معنى هذا الكلام؟ تصلي لسبب متقدم أي أن الشيء الذي ستصلي من أجله سبق الصلاة، مثل تحية المسجد. لماذا تصلي تحية المسجد؟ لأنك دخلت إلى المسجد، فالسبب هنا متقدم على الصلاة، دخلت إلى المسجد فصليت التحية، فهذا سبب متقدم. قال الشافعية في الأسباب المتقدمة يصلي الإنسان ولو لم يكن
ولو كان في وقت النهي عن الصلاة. مثالها أيضا سنة الوضوء، سنة أن تصلي ركعتين سنة الوضوء، سببها متقدم أو متأخر؟ ها؟ متقدم، سببها أنك توضأت، الوضوء جاء قبل الصلاة. طيب صلاة الاستخارة سببها متأخر، لأن دعاء الاستخارة يأتي بعد الصلاة، أنت تصلي ركعتين لتستخير الله، فأنت بعد صلاة الركعتين ستستخير الله عز وجل، هنا سببها ماذا؟ متأخر. قال الشافعية في الصلاة ذات السبب المتأخر لا يتأتى، الصلاة ذات السبب المتأخر لا تصلى في وقت النهي. اتضحت أو أعيدها المسألة؟ عندنا الصلاة إما أن تكون مطلقة كالنفل المطلق، ليس لها سبب متقدم ولا متأخر، فهذه لا تصلى في وقت النهي، أو صلاة لها سبب متقدم فهذه تصلى حتى في وقت النهي، أو صلاة لها سبب متأخر فهذه لا تصلى. إذن الصلاة المطلقة والسبب المتأخر لا تصلى، والصلاة ذات السبب المتقدم تصلى. هذا مذهب الشافعية، وذهب غير الشافعية إلى خلاف ذلك. قال طيب والأحوط؟ قال هذه المسألة الحيطة لها جانبان فيها، أراد أن يحتاط بأن لا يصلي في وقت النهي، وهذا أراد أن يحتاط بأن لا يضيع تحية المسجد، أن يراعي أدب المسجد، فالاحتياط موجود هنا في الجانبين. فإن صليت أو اكتفيت بالباقيات الصالحات فأنت على خير. هذا فيما يتعلق بصلاة تحية المسجد في الوقت المنهي عنه. ماذا أيضا فيما يتعلق بالعمارة المعنوية؟ ينبغي للإنسان أن يستشعر معنى قلبيا عندما يذهب إلى المسجد. نحن يا إخواني اليوم في زماننا افتقدنا الكثير من استشعار قيمة المسجد، إما بسبب الإلف، تعرفون الإلف؟ خلاص مثل الشيء المبرمج، برمجت أذهب للمسجد أرجع من المسجد، صلي الفجر وأرجع، صلي الظهر وأرجع، صلي العصر وأرجع، صلي المغرب وأرجع، صلي العشاء وأرجع، أو أصلي الجمعة ثم الجمعة التي تليها ثم الجمعة، أصبح فعل اعتيادي، ألفته النفس ففقدت استشعار معناه. ولهذا كان الإمام الحداد رحمه الله يقول آفة النعم الإلف، آفة النعم الإلف، من الآفات التي تصيب النعم أن تألفها تعتادها. لماذا؟ قال أنك إن تعودتها ذهب المعنى الذي تريد. طيب خلاص ما أتردد كثير، من قال لك؟ قبل قليل كنا نقول أن من ألف المسجد ألفه الله. ما المقصود بقولك آفة النعم الإلف؟ الإلف الذي يذهب الألفة، يذهب الاستشعار، الاعتياد. العادة إذا رسخت نسخت، هذا كلام الإمام الحداد وليس الأول، العادة إذا رسخت نسخت، يقول الإمام الحداد إذا رسخ نظرك للشيء على أنه عادة نسخ المعنى الموجود فيها. لهذا ينبغي أن يستشعر كل منا قبل أن يذهب إلى المسجد أني ذاهب إلى الله، ذاهب إلى بيت الله، أذهب لأزور الله عز وجل، كلمة كبيرة. ولهذا سيأتي بعض الأحاديث التي ستقرأ ربط الأجر بالوضوء في المنزل قبل الخروج. طبيعي لو جيت وتوضأت في ميضاءة المسجد ما لي أجر؟ بلى، لك أجر الصلاة، لكن الكلام هنا عن أجر الخروج إلى الصلاة. لماذا؟ قال لأنك عندما تتوضأ في بيتك أو في عملك قبل أن تخرج إلى المسجد فأنت ستبدأ الاستشعار لمعنى أنك ذاهب إلى الله، توضأت فأنا خارج في هذا المشوار في هذا الطريق ذاهب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى، استشعار التعظيم. مسألة ثانية، هيئة دخول المسجد. إذا دخل الإنسان إلى المسجد ينبغي لحظة دخول المسجد أن تستشعر أنا إلى أين أدخل الآن. كان بعض الصالحين عند ذهابه إلى المسجد يتلمح من سيدخل المسجد فيدخل خلفه، قالوا ما الذي يجعلك دائما تدخل خلف أحد ما تدخل مباشرة أنت؟ قال أستحي من مواجهة الله عز وجل وما أعلمه من نفسي لما أعلمه من نفسي. سبحان الله، ليس المقصود هنا أن تنتظر أحد وتدخل خلفه، لأن هذه ليست سنة، الكلام هنا ليس عن تشريع، انتبه، الكلام هنا عن أن هذا الرجل كان صاحب قلب حي، استشعر معنى الحياة من الله. رجل آخر من الصالحين إذا وصل إلى المسجد يقدم إلى المسجد، لا يخرق السكينة لكن يبادر، ما الذي يجعلك أنت تبادر؟ قال مشتاق إلى الله، أشتاق أن آوي إلى الله في بيته، أستشعر هذا المعنى عند دخولي إلى المسجد. طيب وأنت اليوم دخلت المسجد، نحن الآن في هذا الدرس والذين يسمعوننا دخلت المسجد، ما هي الحالة القلبية لحظة دخولك إلى المسجد؟ لا أسألك الآن عن دخولك للصلاة، ها؟ الكلام هنا عن لحظة دخول المسجد،
كيف كان قلبك عند دخولك إلى المسجد؟ لهذا جاء عندنا آداب، جاءت عندنا آداب، قال عند دخول المسجد قدم الرجل اليمنى، عند الخروج من المسجد قدم الرجل اليسرى. بعض الناس يستخف مثل هذه الآداب، وبعض الناس يسطح المعاني فيجعلها مجرد صور الآداب. كلا المسلكين خطأ. قال ندبنا إلى دخول المسجد باليمين، اليمين هي الجهة التي يتعامل من خلالها مع ما هو الأرقى. الإنسان يذكر الله يأخذ المسبحة يأخذها باليمين، يصافح يصافح باليمين، يأخذ شيء أو يعطي شيء باليمين، اليد اليسار ينظف بها قاذوراته، لا يستحب أن تنظف باليمين. طيب عندما أدخل المسجد أقدم أي جهة؟ الجهة التي لها شرف أكثر. عند الخروج من المسجد أخرج باليسرى. قال لماذا؟ لتبقى اليمين آخر ما يخرج من بيت الله سبحانه وتعالى. طيب ما صلة هذا العمل الجسدي المادي بالمعنى؟ قال عندما تأتي إلى المسجد خرجت من بيتك متوضئا مستشعرا تعظيم الحق أنك خارج إلى الله، عند لحظة الدخول عند الباب تنبهت أريد أدخل باليمنى. ما معنى هذا؟ معنى أني مستشعر أنني سأدخل إلى مكان، هذا المكان له قيمة له شغف، مكان شريف. عندما تدخل بيت الخلاء يسمونه اليوم الحمام، تدخل بأي رجل؟ اليسرى. انتبه، هذا يجعل المؤمن يقظ في دخوله وخروجه، يستشعر المعاني التي تحيط به، يحسن الحسن يقبح القبيح. كانوا يعلموننا أن أحدنا إذا أراد أن يدخل المسجد يقف لحيظة، لحيظة يعني ثانيتين ثلاث ثواني قبل أن يدخل، ويستشعر في قلبه أني داخل، يعني يطاطئ يستشعر أني داخل الآن إلى بيت الله، يقول لنفسه هذا، يذكر نفسه، يأتي بدعاء دخول المسجد عندما يدخل بالرجل اليمنى. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك داخل إلى بيت الله، افتح لي أبواب رحمتك. ليست قضية الباب الحسي الذي ينتظره فقط، الباب الخشبي هذا أو الحديدي أو الزجاجي، افتح لي أبواب رحمتك. ثم يأتي دعاء أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. لهذا يحفظ الإنسان من وسوسة الشيطان وهو في المسجد. والشيطان يدخل يوسوس في المسجد؟ نعم يدخل يوسوس في المسجد. كيف هو بيت الله؟ هو يدخل مع القلوب الغافلة عن الله عند الدخول. هؤلاء مدخل الشيطان إلى المسجد. الحقيقة سر بيت الله قلبك أنت، غفل عن الله عشعش فيه الشيطان، حضر مع الله وذكر الله عز وجل هرب منه الشيطان ونفر، فأنت سر بيت الله عز وجل، قلبك هو سر بيت الله. فإذا قلت أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، دخلت برجلك اليمنى استشعرت أني داخل إلى الله. هناك شيء مستحب عند كثير من العلماء، وهو أنك تنوي الاعتكاف مدة بقائك في المسجد. بعض الأئمة كالمالكية حفظهم الله يقولون لا، الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد جامع وأقله يوم وليلة. لكن غير المالكية كالشافعية يقولون الاعتكاف ولو لحظة، ولو للحظة، بمجرد أن تنوي الاعتكاف فأنت معتكف. المعتمد عندهم أنه يصح في جميع المساجد المحبسة، يعني الموقوفة، الأرض الموقوفة. بل ذهب بعض العلماء إلى صحة الاعتكاف في المصليات. ما الفرق بين المسجد والمصلى؟ المسجد هو الذي أوقفت أرضه مسجدا، أما المصلى هو الذي لم توقف أرضه، تخذ للصلاة. مثل ماذا؟ إخواننا في البلاد غير الإسلامية في الغرب أو في الشرق، البلاد غير المسلمة، يجتمعون في المنطقة الواحدة أو المدينة الواحدة أو القرية، يتشاركون ويستأجرون مكانا، شقة أو دكان أو أي مكان أو أرضا أو هنجر قديم، يعني مخزن، ويحولونه إلى مصلى. فتجاوزا يقولون المسجد المسجد، نعم أي مكان تسجد لله فيه فهو مسجد، جعلت الأرض مسجدا وطهور طهور، لكن شرعا لا يسمى هذا مسجدا. المسجد هو ما حبست أرضه ويصبح مملوكا ووقف وقفا لا يصح بعد ذلك نزعه، هذا المسجد. المالكية قالوا لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الجامع، أي الذي تقام فيه الجمعة، وأقله يوم وليلة. الشافعية قالوا لا، يصح في كل مسجد موقوف، في كل مسجد ولو للحظة. بعض العلماء قالوا حتى ولو كان مصلى. طيب دعونا مع صاحب اللحظة ولو للحظة. عندما تدخل إلى المسجد وتنوي فيما بينك وبين الله، نويت الاعتكاف مدة بقائي في هذا المسجد، تنال أجر الاعتكاف مدة أنفاسك. تقرأ قرآن، تصلي ركعتين، تسبح، تذكر الله، تنتظر الصلاة، جلوسك في المسجد هذا خلاص
أصبح لك فيه أجر الاعتكاف. شوفوا شغل التجار، ها؟ كان أحد مشايخنا يقول لا، قبل أن تنوي الاعتكاف انذر الاعتكاف، اجعله نذرا. ونذرت الاعتكاف في هذا المسجد مدة بقائي فيه، نويت الاعتكاف المنذور. طيب ما الفرق؟ قالوا عندما يكون الاعتكاف بالنسبة لك نذرا، فالنذر هنا واجب الأداء، وبالتالي أجر الفرض أعظم من أجر النفل. قال عندما تنوي الاعتكاف فلك أجر نافلة الاعتكاف، لكن عندما تنذر الاعتكاف مدة بقائك في المسجد ثم تنوي تحقيق هذا النذر، أنت هنا تؤدي فرضا، والفرض أجره أكبر من النفل. شغل تجار، تجارة لن تبور، تجارة مع المولى سبحانه وتعالى. هذا معنى من معاني المعاملة. إذا نظر الله إليك فرى عندك هذا الحرص، عبدي يريد أن يتقرب إلي، يبحث عن محابي من الأعمال، يريد أن يزداد من الأجر. الفرق، ما الفرق بين الأجر والأجرة؟ من حيث اللغة يتقاربان، لكن من حيث المعنى هنا في الذي نتحدث عنه، الأجرة شيء مقابل شيء. الأجر لا، في المعاملة مع الله بالنسبة للذائقين بالمعاملة مع الله، هم ينظرون إلى الأجر على أنه علامة الرضا. إذا قبلك أجرك، إذا قبل العمل أجرك عليه، إذا قبل منك العمل أعطاك الأجر. إذن هم يحبون تعظيم الأجر، كثرة الأجر، لأنه عنوان الرضا منه سبحانه وتعالى. ولا قليل مع الرضا ولا كثير مع السخط. هذا معنى عند الدخول، أخرج من بيتي متوضئا مستشعرا عظمة السير إلى الله عز وجل، مشتغلا بالذكر. كان الإمام الحداد رحمه الله يحكي أحد تلاميذه الشيخ الأحسائي رحمه الله الشافعي، يقول خرجت مع شيخنا وكانت عندي مسألة أريد أن أذاكر الشيخ فيها. هم يمشيان إلى المسجد، خلاص في الطريق إلى المسجد، قال فسألته فلم يجبني، لم يتكلم، فتهيبت أن أعيد عليه السؤال وسكتت. فلما انتهينا من الصلاة ورجعنا قال كنت تسألني عن شيء يا عبد الكريم؟ قال قلت نعم يا سيدي، كنت أنا أسألك عن كذا وكذا. قال إجابتها كذا وكذا، أجابه عن المسألة. قال سيدي تأذن لي بسؤال آخر؟ قال نعم. قال لما لم تجبني ونحن في الطريق إلى المسجد؟ قال يا بني إني إذا ذهبت أسير إلى المسجد اشتغلت بجمع قلبي على الله، أشتغل أركز، يعني باللغة المعاصرة بالتعبير المعاصر، أشتغل بجمع قلبي على الله، أركز أني الآن متجه إلى الله، وجهة قلبي متوجهة إلى الله، فلا أريد أن أشوشها بكلام آخر، ولو كان الكلام مفيدا في علمه انتبه، لا أريد أن أشوشها في شيء آخر. إذن أذهب وأنا مستحضر هذا المعنى. كثير من الشباب يسألون يقولون عندنا مشكلة في الحضور مع الله أثناء الصلاة، نسرح كثير، عقولنا تذهب وننشغل، كل مشاكل الحياة تأتي ونحن في الله، وكل أفكار حل مشاكل الحياة أيضاً تأتي ونحن نصلي. نعم، لأنك مباشرة تخرج من الحياة إلى الصلاة، فتذهب معك شؤون مشاكلك إلى داخل الصلاة. لكن لو عملت هذا الفاصل، توضأت قبل أن تخرج، اشتغلت بالذكر، اشتغلت بجمع قلبك على الله، وصلت إلى المسجد، وقفت لحيضة، استشعرت يا نفس أنا الآن داخل إلى بيت الله، دخلت بالرجل اليمنى، ذكرت الله سبحانه وتعالى، أتيت بدعاء الدخول، نويت الاعتكاف أو نذرته، دخلت إلى المسجد، كيف يكون حالك وأنت في داخل المسجد؟ تنشغل بالذكر أو بالقرآن أو بالصلاة، بأمر معروف أو نهي عن منكر، تعليم وموعظة، غير ذلك لا تكون في المسجد. كيف الإسلام لا يفصل بين الدين والحياة؟ نقول هذا عين الحياة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعقد الرايات في المسجد للجيوش. نعم، وأنت الآن قائد البلد تعقد الرايات؟ مرحبا تفضل، أنت الآن الخليفة، أنت الآن أمير البلاد، رئيس البلاد، تعال وعقد، حاضر. لكن أنت لم تعقد راية الآن في الجهاد، وإنما أضعت الوقت وشوشت على الذين في المسجد في كلام أخذ ورد، ربما يتحول إلى خوض في يوميات السياسة التي يعيشها الناس اليوم، ثم يتحول إلى اختلاف، ثم يتحول إلى شجار. وأظنكم رأيتم وسمعتم في وسائل الإعلام هتافات داخل المساجد، صحيح أو لا؟ بل سمعنا هتافات وهتافات مضادة داخل المسجد، هذا معه وهذا ضد، وهذا يرفع صوته أكثر وهذا يرفع صوته أكثر، ثم ماذا يحصل؟ يتشاجرون داخل المسجد. ورأيت في بعض
المشاهد التي عرضت من يحمل النعال في المسجد، أشخاص ضد الخطيب الذي يخطب في المسجد لموقف سياسي معين، فأثناء خطبة الخطيب قاموا ورفعوا له النعال، هذا ماذا تسميه؟ ماذا نسمي هذا؟ هل له اسم غير سوء الأدب مع الله؟ هل له اسم غير ضياع حرمة المسجد؟ طيب الذين كانوا يفكرون بهذا التفكير ولهم تفكير أنه بهذا ينصرون الدين والإسلام وينشرون شرع الله ويطبقون، هل تطبق بهذا الفعل؟ هل حصل على أرض الواقع إقامة شرع الله؟ أنت الآن خرقت شرع الله، هل من شرع الله أن تسب وتلعن في بيت الله؟ هل من شرع الله أن ترفع النعال في بيت الله؟ هل من شرع الله أن تتشاجر أنت والآخرين في بيت الله؟ طيب مرحبا، ناضلت كما تتوهم وجاهدت في بيت الله، هل أنهيت القضية التي خارج بيت الله؟ لا يمكن أن ينصر الحق بمخالفة الحق، انتهى. لا ينصر الحق بمخالفة الحق سبحانه وتعالى، لا يمكن أن ترفع راية حق بوسيلة فيها معصية لله عز وجل. السباب في المسجد معصية، الشجار في المسجد معصية، الصراع في المسجد معصية، النزاع في المسجد معصية، كيف بهذه المعاصي تريد أن تنصر الله خارج المسجد؟ في شريعتنا لا يوجد شيء اسمه الغاية تبرر الوسيلة، هذا في كتاب ماكيافيلي، هذا عنده الغاية تبرر الوسيلة، كان عندنا في شريعتنا لا توجد شيء اسمه الغاية تبرر الوسيلة، الغاية ترشد الوسيلة. عيد، الغاية ترشد الوسيلة، إن كانت غايتك سامية فسترشد وسيلتك لتكون وسيلتك سامية. قال لي لكن في هذا الزمان ما ينفع، أصلا ما تعرف الوقت تغير، وفي هذا الزمان أصلا ما ينفع إلا كذا. تعال 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 لحظة من فضلك، تقول أنه في هذا الزمان لا ينفع أو لا يفيد أو لا يثمر الالتزام بشرع الله؟ أكيد أنت لا تقصد، لكن قلت هذا الآن. طيب ما الفرق بينك وبين العلماني الذي تهاجمه؟ أنت في الأصل مشكلتك مع العلماني كما تقول أنه يفصل الدين عن الحياة، أو أنه يرى الشريعة غير صالحة للتطبيق، أليس كذلك؟ طيب أنت الآن حالك يقول أن الشريعة غير صالحة للتطبيق، لأن عندما قلنا لك لا تكذب في نضالك لخدمة الدين، لا تستخدم الكذب، لا تستخدم الغش، لا تستخدم التزوير، لا تسب وتشاجر في المسجد، قلت لا لأنه زمان تغير، هذه وسائل ضرورية، الضرورات تبيح المحظورات. أوف، لا تقول هكذا، ليس الضرورات هذا، لا يتأتى أن يكون من الضرورات هتك شريعة الله وجعل هتك شريعة الله منهجا. فإذا أنت اعتقدت أنك لا تستطيع أن تطبق شرع الله إلا بمخالفة شرع الله، فكأنك تقول أن شرع الله لا يكفي للوصول إلى المطلوب. طيب ما الفرق بينك، ما الجديد الذي جئت به؟ ما الفرق بينك وبين من جئت لتكون محلهم؟ إذا لم تبني شؤونك على موافقة الشريعة الشرع المطهر. نحن رأينا فظائع في المساجد، رأينا من يتشاجرون ويتشابكون بالأيدي. كنت في مسجد قبل سنوات في مدينة برمنجهام في بريطانيا، يعني مررت بمسجد كبير يعني ملفت للنظر، يعني فقلت الله أكبر، ما أجمل هذا المسجد، بقبة كبيرة في برمنجهام. فقال لي أحد الذين معي من أهل برمنجهام، قال للأسف الشهر الماضي الكلاب البوليسية دخلت هذا المسجد. سبحان الله، كيف يتجرؤون على بيت الله هؤلاء؟ الشرطة البريطانية يدخل؟ لا لا لا، ما هي الشرطة البريطانية، لماذا؟ قال حصلت معركة داخل المسجد، تضارب الذين في المسجد، تشاجروا. كيف؟ قال الذين بنوا المسجد من باكستان واعتادوا كما اعتادوا في باكستان، إذا انتهوا من الصلاة يذكرون الله بصوت مسموع، يهللون لا إله إلا الله بعد نهاية الصلاة. فجاء شباب يعتبرون هذه بدعة، لهم اختلاف معهم في الرأي، حاضر اعتبرها بدعة، هذا رأيك، لكن لا تفرضوا على الآخرين، هؤلاء القائمون على المسجد هم نظار المسجد. فجاء هؤلاء وقالوا لا بد توقفونها. قالوا ما نوقفها؟ قالوا توقفونها. ارتفعت الأصوات، بدأ هؤلاء الشباب يتطاولون على كبار السن الذين يذكرون الله بعد الصلاة، فلما بدأوا يتهجمون عليهم جاء أبناؤهم الشباب أرادوا أن يدافعوا عن كبار السن، تضاربت الناس في داخل المسجد. طيب حصلت مضاربة في المسجد، ماذا تتوقع من الحكومة؟ جاءوا الشرطة بكلاب البوليسية ودخلوا لفض الخلاف الصلاة. أين حرمة المسجد؟ كنت في مسجد في تورنتو قبل
من عام 2000 تقريبا ميلادي، يعني قبل كم، من 15 سنة الآن 14 سنة. فكنت في مسجد ألقي محاضرة، كان هناك من يترجمها. من منذ بداية المحاضرة قام بعض الشباب المتحمسون هناك من الذين هاجروا من بلد أفريقية: يا شيخ يا شيخ، أولا نريد نسألك، تأكد من عقيدتك. قلت لهم: انتهي من المحاضرة، بعد المحاضرة أخذ أسئلتكم. انتهيت من المحاضرة: هي يا شيخ، أنا عندنا سؤال، ما حكم التوسل؟ هذه الأسطوانة ليست غريبة، ألفتها. فقلت: حاضر، سأناقشكم إن شاء الله، لا تتهرب. أبدا لن أتهرب، سأناقشكم، لكن عندي شرط بيني وبينكم. ما هو الشرط؟ شرطان. ما هما الشرطان؟ ألا تقاطعوني عند الكلام، فإن قاطعتموني انتهى الحديث. الشرط الثاني: ألا ترتفع الأصوات في بيت الله، عندي أذن تستطيع سماع كلامكم من غير صراخ، وكذلك أنتم. وافقتم؟ قالوا: وافقنا. بدأنا، عندما كنت أسرد بعض الأدلة فيما تعلمته، بدأ هذا يدخل، الثاني يتكلم، اتفقنا لا أحد يقاطع الآخر. سكتوا قليلا، بعد قليل بدأت الأصوات ترتفع، وأحد الحاضرين يقول: اسكتوا خلونا نسمع. قالوا: لا ما نسكت. بدأت انتهى، أنا مهزوم. إذا أنتم ترونها مصارعة فأنا مهزوم، انتهى، السلام عليكم، وأنهينا المحاضرة. عند الخروج جاء رجل كبير في السن، نحيل، لحيته بيضاء عليها وقار، ممن بنوا أو خدموا في هذا المسجد، في تأسيسه من المشرفين على المسجد. جاء يعانقني وهو يبكي، يتكلم باللغة الأردو. فأحد أبنائه ينقل من الأردو إلى الإنجليزي، والذي معي ينقل من الإنجليزي إلى العربي. فقال هو يبكي، يعانقنا ويبكي، قال يقول لك: جزاك الله خير أنك أنهيت النقاش. قبل فترة وجيزة هؤلاء نفسهم تشاجروا مع أولادنا، ووصلت إلى التشاجر بالأيدي، فجاءت الشرطة الكندية، ودخل العسكر بأحذيتهم إلى المسجد. قال: فجئت بهدوء أقول لولدي ترجم، قل للضابط يعني احتراما: هل احترمتم المسجد وخلعتم نعالكم وأحذيتكم؟ قال، فالتفت إلي الضابط وقال: لو كنتم احترمتم مسجدكم لما احتجنا إلى أن نأتي. أنا قلت له: هذا مكان مقدس، هل احترمتم؟ قال: لو احترمتم أنتم قدسية مكانكم لما احتجنا إلى أن نأتي. إذن المساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تراعى فيها الحرمات، يراعى فيها استشعار هذا التعظيم، تناقش، خذ بالرأي واسمع وأنصت وناقش، لكن لا تخرج عن الأدب، لا ترفع الصوت في الشجار، لا ترضى أن تدخل إلى المسجد فتخرج وقد أوغر قلبك. اليوم كثير من المساجد في عدد من الدول المسلمة يدخل الإنسان وعنده قليل من صفاء، يخرج وقد ذهب هذا الصفاء، إن لم يكن من المشاجرات أحيانا للأسف من الخطيب، يصعد على المنبر فلا يدع أحد من شرق أو غرب إلا وادخله النار، يجعل نفسه ربا فوق المنبر، فلان في النار وفلان في النار وفلان كافر وفلان مشرك وفلان كذا، فتتحول المنابر إلى وسائل لملء الصدور، تشويش البواطن والقلوب، هذا خطر. أو تحويل المنابر إلى برلمانات، هناك فرق بين أن يكون للمنبر دور في ترشيد السياسة وبين أن يتحول المنبر إلى وسيلة للنزاع على السلطة في السياسة، الفرق كبير. ترشيد السياسة يصعد على المنبر يقول: احرصوا على الأمانة، عندكم في بلدكم انتخابات، لا تعطي صوتك إلا بالأمانة، لا تبع صوتك لمن يدفع، اعلم أن الصوت هذا شهادة سيسألك الله عنها، هذا اسمه ترشيد السياسة. لكن يصعد على المنبر يقول: انتخبوا فلان، الذي لا ينتخب فلان فهو آثم، يحرم الذهاب لوضع الصوت أو يجب الذهاب، هذا لعب بالدين، هذه إهانة للمسجد، هذا تعدي على بيت الله. من يفعل ذلك لا يستحق أن يصعد على المنبر، لأنه وإن لم يقصد، لا نحكم على النيات، فعله هذا خيانة لأمانة المنبر. المنبر لا يكون طرفا في النزاع على تولي السلطة، المنبر يوجه ويرشد من يسعى أو يسعى أو يتنافس: لا تكذبوا على بعضكم البعض، لا تغشوا بعضكم البعض، لا تخونوا بعضكم البعض،
لا تحولوا خلافكم السياسي إلى صراع، لا تؤثروا مصالحكم الضيقة على مصلحة البلاد، هذا دخول المنبر في السياسة، هذا توجيه المنبر للسياسة. لكن أن يتحول المنبر إلى جزء من الصراع، طيب أنت من على المنبر ذهبت وقلت أنا مع هذه الكفة أو مع هذا الحزب أو مع هذا التوجه في التصويت، هل المسجد محصور على من هم على شاكلتك؟ ليس بمحصور عليه. طيب والذين في المسجد يخالفونك في التوجه السياسي، ما وضعهم؟ والمسجد لك ولأصحابك وحدكم؟ طيب الذين حضروا في المسجد ولهم مع التوجه الآخر، مسلمون أيضا لكنهم مع التوجه الآخر، المسجد ينبغي أن يكون مظلة تظل الناس، يأتي الطرف وضده فيسمع كل منهما ما يتعظ به في صلته بالله، ما يعلم به حكم الله سبحانه وتعالى. لهذا لا ينبغي أبدا انتهاك حرمات بيوت الله على هذا النحو. الذي يستسهل أو الناس الذين ينتهكون حرمات الله باللفظ أو بالتشاجر بالأيدي في أي مكان في الدنيا، من يقبل هذا سيكون ثمرة فعله أن تنتهك بيوت الله بما هو أشد بعد ذلك. الذي يقبل في سبيل ما يراه حقا أن تنتهك بيوت الله للشجار والصياح، هو نفسه سيكون مقدمة وإن لم يرد لانتهاك بيوت الله بما هو أشد، رأينا قصف بيوت الله بعد ذلك، هذا خطر. في بعض البلدان أغلقت المساجد، أصبحت المساجد مثل التذكرة اللي بيدخل إليها، لابد تحقيق إلى أين ستذهب ومتى ستخرج من المسجد وانتهى الأمر. ينبغي رعاية حرمة بيوت الله مرة أخرى، الذي يدخل إلى المسجد يستشعر أنه ذاهب إلى الله ليزور الله في بيته، هكذا قصة الدخول إلى المسجد. في صلاة الجمعة إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن أحدنا لا يقول الذي بجنبه اسكت، أنت اسكت خلاص ما تكلم، من قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، هدوء سكون سكينة تعظيم. من مس الحصى فقد لغى، قال أنت جالس في المسجد ومشغول له في الحصى قلب، ولا بعضهم على الموكيت اليوم على الفرش يعمل هكذا خطوط ويعمل مربعات، من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، قال يريدك تكون في المسجد بكامل حضورك. لهذا يا أخواني ينبغي أن تراعى حرمات المساجد، الذي لا يعظم حرمات المساجد لا يمكن أن يبني شرع الله في الأرض، لا يمكن أن يمجد هذه المساجد في الأرض. نحن الإشكالات التي نعانيها أن الناس أصبحوا ضحية التطرفين، يعني يسمونها ثنائية اليوم في العصر الحديث، إن لم تكن كذا فأنت كذا، إن لم تقبل جعل المسجد وسيلة للصراع على السلطة فأنت تعزل المسجد عن الحياة، من قال هذا؟ يا إما هذا وإما ذاك، لا، نحن نقول المسجد يرشد في كل شؤون الحياة والمتقن يرشد في كل شؤون الحياة، لكن فرق بين أن ترشد وبين أن تميل. كنت في مسجد في صنعاء قبيل حرب الخليج الأولى، يعني كنت مار، يعني حضرنا جنازة وهكذا، لا ما هو جنازة، كنا مارين في السيارة فأدركنا وقت الجمعة، كنت مع الوالد وعدد من الناس، فنزلنا نصلي الجمعة، الخطيب صعد على المنبر وأخذ يتكلم عن الأوضاع السياسية وأخذ يدافع عن الرئيس العراقي في ذلك الوقت، إلى درجة أن ارتجل أبياتا أو قرأ أبياتا من على المنبر في مدحه، خلاص غاية الحماس. مرت السنوات وانتهت معارك تلك، بعدها بسنوات يعني ذهبت إلى حضرموت وهكذا، مررت بصنعاء بنفس المسجد في يوم الجمعة، دخلت أصلي في المسجد فإذا بالرجل يهاجم ذلك النظام، هو الذي خرب العرب وفعل وفعل وسبب تعديه خلال كذا والدول الخارجية جاءت، وإذا بيهاجم الرجل، حتى تحقق هو نفس الرجل، ربما جاء شخص آخر فإذا به نفس الرجل. طيب الذين سمعوك قبل سنوات تحكم على الرجل أنه مجاهد وأنه يجب الجهاد معه، وبعد سنوات تحكم عليه بأنه عميل وتهاجمه، يصدقون أنت ألف ولا أنت باء؟ طيب مشكلتهم معك يقضونها، لكن ماذا بقي من هيبة هذا المنبر؟ ماذا بقي من احترام هذا المنبر؟ إذا أصبح مثال ومثال نشرة الأخبار، مثال ومثال القنوات الفضائية الإخبارية، ما الفرق؟ أسوأ من هذا أن يأتي خطيب المنبر فيجعل القنوات الفضائية محل مصدر معلوماته الموثق، يسمع خبر في قناة إخبارية يصعد ثانيهم على المنبر ويهاجم ويحلل ويتكلم، تعال أنت هنا أضعت أول أبسط منهج من مناهج الشريعة عندنا، إذا أردت تنصر الشريعة وهي فريضة التثبت،
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سبوعية فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نحن نلوم عموم الناس إذا أصبحت نظرتهم للواقع مقصورة على قناة يرونها أو صحيفة يقرؤونها، فكيف بمن يصعد على منبر رسول الله والناس أمروا أمرا بالشريعة أن ينصتوا له، وممنوع يتكلمون هو يتكلم؟ هذه معاني أيضا مما يضيء حرمة المسجد وتعظيم الناس للمسجد وحضور القلوب مع الله في المسجد، الإطالة على الناس في خطبة الجمعة. يصعد الخطيب ويستلم الناس. مرة كنت في مصر، جاء وقت الجمعة، كنت أود أذهب أصلي في الأزهر الشريف وتأخرت مع الزحام، فنزلت أصلي في مسجد قريب من ميدان التحرير، قديم هذا قبل الأحداث كلها. صادني هذا خطيب المسجد سبحانه بدون مبالغة، ساعة وخمسة وأربعين دقيقة تقريبا نحن جالسون في الخطبة. إيش هذا؟ وبعض الناس في خارج المسجد في الشمس، بعضهم تحت الظلة وبعضهم إيش هذا؟ لا، وبعدين الخطيب أثناء، أنا عارف أنتوا يعني حاسين أني طولت، بس فرصة أهو صدتكم. إيش صدتنا؟ حمام نحن؟ إيش هذا؟ بينما تذهب إلى الأزهر الشريف الخطبة لا تزيد عن نصف ساعة، وهذه السنة أن لا تطال الخطبة. إن من فقه الرجل أن تقصر خطبته وتطول صلاته. هذا الخطيب خطب بنا ساعتين إلا ربع، وبعدين صلى قل هو الله أحد، قل إذا جاء نصر الله الفتح قل هو الله أحد، يعني عكس السنة بالكلية. لا، هذا يذهب هيبة المسجد. اليوم بعض الآباء يقول يا شيخ إيش نسوي الأولاد، نحاول نقنعهم الجمعة يتملصون منا، يعني يتهربون منا حتى إذا جاء وقت الإقامة نزلوا إلى الصلاة. قلت أكيد الإمام اللي جنبك يطيل. قال هي يطيل. الولد هذا وش ذنبه؟ قال مشكلة كمان لو ألزمته وجاء جنب أخذته معيد الصلاة ألتفت أجده شغال بالتويتر في الجوال وقت ما الخطيب عمي. قلت له الخطيب قال شيء يستحق السماع، ما كان هذا الولد، لو كان الخطيب اختصر ما كان هذا الولد اشتغل. نعم، في غير خطبة الجمعة، احنا الآن في درس، تجاوزنا ساعة ولا نقول لا طول وطولنا في درس، الذي شعر أن الدرس طال عليه سيقوم بأدب وينصرف مطلق الإنسان. لكن خطبة جمعة الناس محتبسون على الخطيب، فإذا زاد الناس لا يستطيع أحدهم أن يتحرك، هو مضطر أن يبقى، فهو في هذه الحالة جالس في المسجد وهو كاره للجلوس. انتبه للخطورة هذا، أنت تسببت يا من تطيل الخطبة، تسببت في أن يعيش الإنسان حالة مظلمة، وهي أن يستثقل الجلوس في بيت الله. كيف تجعل الإنسان يصل إلى حالة ويريد يخرج بها من بيت الله؟ بينما عندما يقتصد الخطيب في خطبة الجمعة وتكون خطبة فيها حضور قلب، فيها مخاطبة لقلب الإنسان لتزكية نفسه، لحثه على فعل الخير، لزجره عن فعل الشر، لتحبيب الله إليه. اليوم نحتاج إلى خطباء إذا صعدوا على المنبر أهاجوا شوقنا إلى الله في قلوبنا، أشعلوا معاني المحبة في بواطننا، صفوا قلوبنا مع الناس. هذا الذي نحتاج إليه. لو وجد هذا ستنتهي من الخطبة وتصلي، والذين معك يودون أن لا يخرجوا من المسجد، يشعر الجالس لو ليته أطال، إذا أريد أن أجلس في المسجد. لكن هذا تسبب في نفرة الناس من المسجد. يعني هذا الشاب الذي يجلس في المسجد ويريد يخرج، يريد يخرج، ينظر الله إلى قلبه فيرى غير راغب في الجلوس في حضرته في بيته، ما حاله؟ طيب من المسؤول عن هذه الحالة التي وصل إليها هذا الشاب؟ هذه الأمور وغيرها لها صلة بتعظيم بيوت الله، لها صلة بالآية التي افتتحت بها القراءة، من يعمر مساجد الله، هذه عمارة مساجد الله. إذا أردنا أن تمتلئ المساجد بالساجدين، بالركع السجود، بالمصلين، بالحاضرين، ينبغي أن نعمل على عمارتها بتعظيمها في قلوب الناس، بملئها بهذه المعاني. لماذا نحن في الصلاة إذا وقفنا الكتف إلى الكتف والعقب إلى العقب، لماذا هذا القرب؟ نستشعر معنى أننا في حضرة الله. إذا أردنا أن نكون في حضرة الله ينبغي أن نكون متقاربين، ليست جسدا فقط، قلوبنا ينبغي أن تلتئم. إذا كان هناك تنافر في السوق على بيع وشراء ودنيا، ندخل إلى المسجد فتغسل هذه القلوب، فتجتمع تلتقي في حضرة الله. اليوم بعض الناس يكونون أصحاب خارج المسجد، فإذا دخلوا تنازعوا في المسجد. لا،
فتعظيم حرمات الله، استشعار عظمة الذهاب إلى المسجد لا تنفصل عن هذه المعاني. وسامحوني قد أطلت عليكم في هذه الليلة في الدرس، سأل الله أن نكون من الذين يعني يخالفون ما يقولون، تأمرون الناس بالبر وتنهون أنفسكم وتنسون أنفسكم، لكن احنا قلنا الذي يعني طال عليه يستطيع الانصراف، هذا غير الله. ها ستونة بارك الله فيك. للحديث بقية، لم ننتهي من الكلام عن المسجد، ولكن أخذنا هذا الاسترسال لما نشكوه ولعلكم تشكونه، نجده ولعلكم تجدونه اليوم من عبث بمساجد الله سبحانه وتعالى وبيوته. ينبغي الحفاظ على قدسية هذه المساجد. لا يمكن أبدا الفصل بين تفعيل المسجد في الحياة وبين الحفاظ على قدسية المسجد، لا يمكن تصور أن أحدهما يقضي على الآخر. تفضل. قال نعم، أنا دخلت المسجد والخطيب خبط، ما خطب، قدم حرف وأخر أخرى، في خطيب يخطب وخطيب يخبط. نعم فهمت سؤالك بارك الله فيك. قال ذهبت إلى المسجد أحضر الخطبة فوجدتها خبطة، ما هي خطبة، وقلبي تشوش، هل يجوز لي أن أخرج وأذهب إلى مسجد آخر؟ إذا تشوشت وكان في الخطبة شيء مخالف لشرع الله من ذم لناسك على غير وجه ينبغي أو إقحام فيما لا ينبغي، وعلمت أنك إذا خرجت ستدرك الصلاة في مسجد قريب، ففعل يعني ففعل، وربما هذا أحفظ لقلبك من أن تجلس في المسجد وقلبك غير مستقر فيه، وربما يكون هذا سبب لتنبيه الذي يخطب أنه خبط في خطبته. الله يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص، يحفظ مساجدنا من هذا كله، يعمرها بالخير وبالذكر وبالإقبال عليه، يجعلنا ممن يحببون الله إلى خلقه لا ممن ينفرونهم عنه، لا يجعلنا من الذين قال فيهم صلى الله عليه وآله وسلم إن فيكم منفرين، إن منكم منفرين، اللهم لا تجعلنا من هؤلاء المنفرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
الله